بس النية ما بتكون كمان انه لحتى يوصل للنشوة مثل ما كنت عم بتقول. مش هيك كثير اوقات بنلاحظ انه بيجوا نساء لعنا امهات بيكونوا عاطلين هم لانه ابنهم او خاصة بناتهم بيبقوا كثير صغار، يعني 4 سنين 3 سنين 5 سنين 6 سنين، عم بيعملوا شيء ما عم يفهموه الاهل، انه ليش مثلا بنتي بهالعمر الصغير كثير عم تتصرف بطريقه مثل كانه غلط او كانه عم تعمل العاده السريه. ولكن بالنسبه للولد ما بتكون بهذا المعنى، بيكون هو اكتشاف، وبذات الوقت هذا النوع الاكتشاف في معه كمان اسوشيتد معه لذه جسديه بصير يخليه يعلق عليه. طبعا مش انه هيدا الشيء مش غلط ابدا، لازم هيدا الشيء نوضحه كثير انه هيدا الشيء طبيعي، منه غلط ابدا، هيدا الشيء طبيعي ما يصير بطريقه، اهم شيء ما يصير بمحل مكان عام، وانه ما يؤدي لالتهابات مثلا. يعني اولا نحن لازم نتاكد اذا في التهاب، طبعا انه ممكن يكون في رعيان او يكون في مثلا نوع التهاب عم بيؤدي لهالسلوك، بس اذا هيدا الشيء منه موجود في مجال انه الاولاد يبلشوا بهالنوع الستيميوليشن، يعني ما فينا نسميه ماستربيشن بكل معنى الكلمه، اتس مور ستيميوليشن. بقى اولا لازم الاهل ما يخافوا ابدا، هذا الشيء كثير طبيعي مش عند الكل، بس اذا حصل بكير، انا ما عم بقول عند كل العالم بلشت هالقد بكير، بس اذا حصل منه شيء ابدا بخوف، منه شيء ابدا خطر، المهم بس نعرف نتصرف معهم. طيب انه ممكن مثلا الام او البي يسالونا بالعيادة، بيسألونا مثلا طب شو بنعمل بالحالة؟ انه بنوقفهم بنعيط عليهم بضربها لبنتي على ايدها شو بعمل؟ اهم شغلة انه ما يخوفوا الولد، لانه اذا الاهل بضلوا ماشيين بهذا الاسلوب انه يخوفوا ان كان الصبي او البنت، خاصة يمكن بالشرق عنا بيركزوا اكثر على البنات انه الصبي مش مشكلة بس عند البنت انه هيدي شغلة عيب، انه اذا شافوه عند الصبي ايه حلو مثلا، بس انه ما لازم يخوفوا الاولاد لانه بتأثر نفسيا على علاقاته الجنسية أو علاقاتها الجنسية بالمستقبل. أكترية الأوقات لما تجي لعنا ست مثلا بالعشرينات بالثلاثينات عندها اضطرابات بالعلاقة الجنسية أساسها نفسي، بيكون لأنه الأهل على صغر كانوا يخافوها أو كانوا يمنعوها أو كانوا مثلا يخلوها تحس مثل كانوا عم تعمل شيء غلط. كثير وقت مثلا نسمع أنه مثلا الأهل بيقولوا لبنتهم أو لابنهم أنه هيدا الشيء أول شيء غلط.